سياسي سعيد علم الدولة يرو كم إذا سياسيين تسمالي لانو ما أنت قيبة كم إذا ورباهين تقول هذا لأيي مقالة ده هرقيسة يوحا وكهد لأي إسلام مركز دينا وصود ويهي شركي ومدحوينها جمهورية ده سمالي لان لقا عطي قيبة كم إذا بيلاها سمالي لان قار كم إذا بيلاها دقا سمالي لان وحنا وشاقي سيدو كلا سياسي قوي سقو هذا الكيسة سي وتوحا وكهد لأي مورانكا كتاقين قبسو ميدا دورو شوينكا كلا ياشا وكيلا دا يدقانكا يلا في العيين دعضا دبايا قدا سنت كان اينو كوكو دا جيرنو ويساقونا كو باقي اينا دعضا دورو شايكا ودا قيب غلا نحساب تا سياسة دا دالكو شركي دوان مدحتوية دا كدعاي مدحوينو كو مرتقى هذي بيلاها باريغا اي مقرر ايسا حرقوفتو داحتي اللي اما اي كاتميد حاكتميهي دورو شوينكو هو سو دوينيا ودا هادالكا نحمري مدحوينها ايو بيلاها اي ودا هادالكو نحمري وحانا رجيني إن شاء الله إن أي هلكا كسر صعته وضع شقين ونكسر وضم بقى كي قد بدأ أي كل شيء لبدأ حسبي قرن وعد إيو كل مية هاي إن أي دور الشدة جلان ما دام وضني وإلا يمك الديدين هاي لكن وحنا السويدية وحنا أجن هاي كوميشن قوات الضباء هل حبين أي كلية هاي وضني إما كان واحد سلقات اللي بدأ حس بقران إنا اللي بحب بنوضة كلا أي معارض كل الله قدره أو كلاه مدنا وضني مدنا وعد مركا سدابة يكون سرت جلسة ما دام هدي وضن سدابة كود جيدو تضبط يحب نوضنا وحب انتي سي وضني وقشرتي كلا بحو حب انت الله بعضنا يا سو مع عابيا اللي يدي حير بالغو سمعنيا ما دام وضني وديدي به اللي مركا كوميشن كلا دمان من نقونايو إنو دورشا قبطو مركا تاسنا دي سؤاشي دي تاغن ويسويدين بي اللي دهي يا سو مقعابا يا الله بادن حبنوض هما كلا يذكر راعي اللفتو ده حبنتا وضاني ما دام وضاني ودي يا سو مقعابا يا ميدا كلا هدي اي كلا بحان تضبا دي حبنوضا هوري حبنتو دهنا سيداي كوهر جيليسا إن اي دورشا داس اي كود عضو تاسي دي كل واحد بحان تها إن dadka ka sharciye qaankii ay maaragtay iyo de aqalad dambe la keeno inkastoo ay fiicnaan lahayd in ay xisbiyadu ay magaraysaa isjiidaan ugu dambeyntii siyaasigu waxa uu ka hadlay isla markaasina uu sheegay inuu hoos u dhac ku yimid shaqadii TV-ga qaranka iyo sidoo kale idaacadda radio Hargeysa waxaan ognahay idaacadda qaranka way fadhida bariyahan TV-gi qaranka laftiisa qaybtii local-ka uu fadhiya waxa taalafteedu de population ka ma shacabka reer Soomaaliland ee reemiyiga u badan ee wax dhigaysan idaacad qaranka ee TV-deena local ka ee ma daawadaan marka halka lafteeda gaab ba ka dhacay aanay dadweynuhu helin warar ka xukuumada wararka dalka ee anigu miyigan mara waxaan arkaa qof walba oo kasto oo reemiyiba inuu idaacad raaysto waxay ii sheegeen bariyahan bay inay radio Hargeysa dhigaysan taalafteeduna de wax weeyaan waa wax weey waa warfaafintii qaranka waa idaacaddii qaranka sabab ay ku timidna ma garan karo marka madaxweynaha de kulay waxaan kula talin lahaa in arrimaha caynkaas ay xasaasi ay yihiin waliba gaar ahaan idaacadda TV-ga qaranka xariir maxamed koosar star tv hargeysa